الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، طيب، إلى سنن ابن ماجه. إلى سنن ابن ماجه، باب المضمضة من شرب اللبن. روى المصنف بسند عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهو من ثقات الأثبات، غفر الله لك يا راجية، نسأل الله أن يعطيك فوق ما تتمني وترتجين، تأخرت جدا. الدرس الرابع والخامس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم وهو الدمشقي من ثقات الأثبات، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، هذا من حديث من لوامع المحدثين في الشام، لكنه يدلس تدليس تسوية. قال: حدثنا الأوزاعي علامة الشام، فقيه الشام الأوحد، عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا الذي قال فيه الزهري: ما جالست أحدا إلا استوعبت ما عنده. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس، من العبادة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسما. مضمضوا من اللبن فإن له دسما. وفي روايتين عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. كل هذه أوامر، ومع ذلك هي أوامر على الاستحباب ليست على الوجوب. وفي روايتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، رواية فيها ضعف، قال: حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسما. هذه كلها أحاديث تنصب في الأمر بالمضمضة من اللبن، والتعليل بأن له إيش؟ أن له دسما. فدسومة اللبن أو زهومة اللبن يعني شديدة في الفم، قد تبقى مع الريق ويبتلعها المرء ويشك في صلاته، ويأتي الشيطان يوسوس له يقول: أنت أكلت أنت تصلي، شربت أنت تصلي، فالصلاة باطلة، فلا يبقى معه شيء في عقله. وهذا الذي يحدث الآن، الاستدراج في مسائل الطهارة ومسائل الصلاة، فإن تمكن له أدخله في الطلاق، وكانت الوسوسة مهلكة. وأعدى أعداء الوسوسة العلم، أعدى أعداء الوسوسة العلم. وهنا الحق أنه الأدلة والأحاديث التي أتى بها المصنف كلها فيها الأمر بالمضمضة. وأصوليا ظاهر أمر الوجوب، لكن جاءت صوارف صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قد ورد في حديث ابن عباس، وهو راه الإمام الشافعي، أنه قال: لو لم أتمضمض ما باليت. قال في شرب اللبن: قال: لو لم أتمضمض ما باليت، يعني ما يهمني تمضمضت أو ما تمضمضت. لكن كما قلت، المسألة على كمال الاستحباب، ولأن فيها كما قلنا قطع وسوسة، فيها قطع وسوسة. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. حمل بعض العلماء حديث أنس حمله على أنه ناسخ لحديث ابن عباس، وهذا عجب عجاب، وما الذي يجينا إلى النسخ؟ ومن قال بالوجوب في المضمضة حتى يقال بالنسخ؟ حسن التشريع في المضمضة من اللبن لقطع الوسوسة، المشقة تجلب التأثير، أغلب الأحكام معللة، أغلب الأحكام معللة، لأنه قال إن له دسما فعلل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.